كما يحبون أن نطلق عليهم ذوي الهمم، فئة اختارها الرحمن لتكون مميزة بالصبر والكفاح. ومن جانب آخر، فقد غابت عنها أعين المهتمين والمسؤولين لتقديم الدعم والدفع بهم في التعليم والتدريب عبر السنوات السابقة. هنا بجميل تم إعادة افتتاح مدرسة الإرادة للمكفوفين بحضور وكيل وزارة التعليم ومدير صندوق التضامن فرع الغربية ووفد من المهتمين والداعمين لذوي الهمم. بالتأكيد طبعا زيارة اليوم لمدرسة الإرادة للمكفوفين في جميل يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية على الوقوف على احتياجات هذه الشريحة وغيرها من الشرائح الحقيقة من ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، على وحرصا من الوزارة في إعطائهم حقهم من التعليم وتوفير مستلزماتهم ومتطلباتهم من مناهج مدرسية ومن معدات تعلم حتى يتحصلوا على حقهم في التعليم. اليوم نحن في إعادة افتتاح مدرسة الإرادة الكفيف، طبعا كصندوق تضامن اجتماعي كنا حقيقة داعمين لهم من جانب الإمكانيات اللي استعملوا فيها تبع الكفيف. احنا عرضنا عليهم طبعا فكرة أن يكون حضور الدورة التدريبية بإذن الله للعاملين بهالقطاع أو بهالمدرسة، أن لهم دورات تدريبية من خلال حتكون مقدمة من صندوق التضامن الاجتماعي لهالأعضاء، هي تدريج داخل المدرسة يعني بالتحديد. مدرسة الإرادة تم إعادة افتتاحها وتوفير أجهزة الحاسب الآلي الناطقة التي تمكن الطالب من العمل عليها بكل سهولة ويسر، كما توفرت المناهج التعليمية للعام الحالي الخاصة بهذه الفئة، والأمل لديهم يتطلع للاهتمام بهم وتوفير الإمكانيات والدعم لفئة هماشها الزمان وحجبت عنها عيون المبصرين. حاليا والله موقفة الحق، وصلت للثانوية ووقفت معاش كملت كلية، قعدت الحق قلت خل نختم، قعدت شديت الجامعة قعدت نقرأ فترة الحق وصلت للزخرف نقرأ ونوقف، لكن الحق مجهود بدلت مجهود وصلت للزخرف. والقصدي للمسؤولين يعني ذوي الإعاقة اهتموا بهم، قصدي ما تهملهمش، ما حاولوا انكم انتم قصد توفروا لهم بقدر الامكان ان هم ما تحسسوهمش ان هم من ذوي الاعاقه، وانها حسسوهم كان هم زيكم واحسن زيكم وقصدي زيكم، ويقدروا ان هم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. يقابلونك مبتسمين وفرحين لافتتاح مدرسة الإرادة بجميل ليكون منها الأمل والانطلاق، فمن فقد بصره يستطيع العيش بسعادة، ولكن من فقد الأمل فقد السعادة في الحياة. قناة ليبيا الأحرار، مروان طبيب، مدينة جميل.